مش احنا بس يعني طبعا الدولة كلها بتمر بظروف صعبة جدا، أزمة مالية وقتية. يعني ان انت النهاردة بتبقى عندك اي واحد مالي بيبقى عنده فيجن كده او صورة او رؤية للخطوة الجاية، عندك ايه وتدفقاتك النقدية اللي داخلة ايه اللي خارجة ايه التزاماتك ايه. اما بتبص تلاقي الحاجات اللي انت معتمد عليها انها بتجيلك نصها طار، بس تلفزيون ايراد مباريات، واخد بالك. فاحنا بنحاول طبعا ان احنا بنعمل مشاريع جديده زي الاهلي موبايل اللي لسه طالعين بيه ده، بنحاول نعمل مباريات وديه تعوض خارج مصر بتجيب لنا مبالغ كويسه. بس مش زعلان انه الاهلي اللي كان مطلب لكل الانديه العربيه والعالميه مع كل الاحترام والله، يعني انه في مسافر دبي لعب مع انديه صغيره جدا، لما كان رايح السعوديه كان يلعب مع فريق درجه تانية، وهذا هو الاهلي. يعني الاهلي في المنطقه العربيه يضارع اكبر الفرق العالميه. انا عايز ارجع اقول لك هي دي الظروف اللي اتحطينا فيها. يعني انت النهارده الدوريات كلها شغاله، فمحدش عنده فرصة انه يلعب مع فريق كبير، محدش عنده فرصة هنا او في اوروبا او حاجة. فاحنا هنروح نلعب مع اسبانيول مثلا، كنت عارف كابتن حسن حمدي راح يمضي تعاقب. فالنهاردة انت بتحاول تخرج من الازمة المالية دي بمشاريع. احنا عندنا التزامات كتير قوي يا كابتن احمد، عندنا التزامات كتير مش كورة بس، عندنا التزامات كتير قوي. 19 لعبة 19 اخبارها ايه؟